إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيدافع عن ضرورة إعادة النظر في آليات تمويل الأحزاب السياسية بما يضمن استمرار التعددية الحزبية التي أصبحت واقعاً لا يستقيم معه التوجه نحو أي قطبية مصطنعة قائمة إما على استغلال الخطاب الديني أو على استغلال الحاجة والفاقة، وهما الظاهرتان اللتان ينبغي تقنينهما بشكل جيد حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الهيئات المتنافسة التي ينبغي أن تدافع عن برامجها بمنطق مدني وليس بخطاب ديني. هذه دورة عادية للمجلس الوطني، غادي تطرح فيها العرض السياسي للمكتب السياسي. هذا العرض اللي تتعرفوا جميعا السياقات اللي تيجي فيها سياقات دولية وإقليمية ووطنية، مطروح فيها على شعبنا واحد المجموعة ديال التحديات. هاد السياقات هي اللي غادي تكون موضوع نقاش، وبطبيعة الحال نحن مسائلين في هذا المجلس الوطني كقيادة لكي نعرض العمل الذي قمنا به بين الدورتين، عمل يمتد لثمانية أشهر الآن أو سبعة أشهر. خصنا نطرح فيه كل قضايا أو الحصيلة اللي قاموا بها إخواننا في الوزارة، اللي قاموا بها إخواننا في البرلمان، اللي قاموا فيها إخواننا في كافة المؤسسات المجتمع، نقابات، جمعيات. أي العمل الإشعاعي والتأطيري للحزب سيكون موضوع مساءل. ولا شك أن الدورة ستختتم من خلال المناقشات ببرنامج عمل لستة أشهر القادمة، وكذا بمشروع بيان حول موقف الاتحاديات والاتحاديين من مجمل القضايا الوطنية المطروحة. دورة المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دورة عادية في إطار احترام ضوابط النظام الداخلي للحزب، وكما نعلم المجلس الوطني هو بمثابة برلمان، حيث نناقش ونقرر في كل القضايا المرتبطة بالحياة الداخلية وكذلك القضايا التي لها علاقة بالوضع الإقليمي وبالوضع الدولي. بطبيعة الحال ما يهمنا هو إنجاح التجربة الحالية في إطار تقوية الانسجام والتضامن بين جميع مكونات الأغلبية الحكومية بطبيعة الحال، وكذلك التحضير تنظيميا، قانونيا، مصدريا، سياسيا للمحطات المقبلة. ستكون محطات حاسمة لأنها تعتمد الاستشارة المباشرة مع الشعب المغربي، مع المواطنين والمواطنات ببلادنا. اليوم كنجتمعوا في دورة عادية ديال المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي تعتبر أعلى هيئة تقريريا بعد المؤتمر الوطني. بالتأكيد ما بين الدورتين لابد يكون تقرير المكتب السياسي اللي ألقاه الأخ الكاتب الأول أستاذ دريس الشقر، واللي تناول كل القضايا الداخلية أولا، الوطنية، الإقليمية والدولية. محطة المجلس الوطني هي فرصة أيضا لنقاش واتخاذ القرارات الحاسمة فيما يخص. نحن مقبلون على انتخابات 2021. اليوم الاتحاد الاشتراكي كما كان دائما وكما كان عهده دائما سباقا إلى تقديم مقترحات خاصة بالإصلاحات الدستورية، وأيضا خصوصا الفصل 47 وغيره من الفصول، وأيضا الإصلاحات السياسية
السياسية وخصوصا المنظومة الانتخابية حتى تتمكن بلادنا من 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 دخول درب الدول الديمقراطية الحقيقية، لأنه القضايا بحال اللي قلت لكم الداخلية والوطنية والإقليمية والدولية فرصها ومناقشتها واتخاذ القرار حولها هي محطة المجلس الوطني للحزب. والمكونات الحية من أبناء شعبنا.